تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من البدانة منذ العام 1980، فحوالي 2 مليار شخص اليوم وزنهم زائد، 700 مليون من بينهم يعانون من البدانة. ويشير مصطلح البدانة إلى تراكم شاذ ومفرط للدهون في جسم الإنسان، وتقاس البدانة باستخدام مؤشر كتلة الجسم الذي يحتسب بتقسيم الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول. وبذلك يعاني الشخص من الوزن الزائد إذا بلغ مؤشر كتلة جسمه 25 أو أكثر، في حين يعتبر الشخص مديناً إذا تخطى مؤشر كتلة الجسم 30. والسبب الرئيسي يعود إلى اختلال التوازن بين السعرات الحرارية المستهلكة وتلك التي ينفقها الجسم، وذلك هو أحد نتائج التحول العالمي في النظام الغذائي والنزوع نحو تقليل النشاط البدني. أما الآثار الصحية الشائعة التي تنجم عن الوزن الزائد والبدانة فهي الأمراض القلبية والوعائية وداء السكري والاضطرابات العضلية الهيكلية وبعض أنواع السرطانات. تجدر الإشارة إلى أن كل عام يموت 2.6 ملايين شخص بالغ على الأقل كنتيجة للوزن الزائد أو البدانة، مما يجعل هذه الآفة خامس سبب للوفيات في العالم.